الوطني بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وفي هذه اللحظات يتوجه سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يرافقه معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون، ومعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، مباشرة إلى القاعة الأميرية هنا في مجلس الأمة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات عبر هذه الصور الحية وأيضا المباشرة، والآن يوقع على سجل الشرف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.